ترأس صباح اليوم الوزير الأمين العام للحكومة المكلف بالإصلاح الدكتور عبد الله صابر فضل أعمال اللجنة الفنية المشتركة ما بين الوزارات لدعم الإصلاح المؤسسي، والتي اعتمدت تقريرها النهائي الذي سيعرض للجنة العليا، ويعتبر هذا التقرير هو الإطار المرجعي للمنتدى الوطني للإصلاح مؤسسات الدولة. تقرير هارون بادم. من أبرز النقاط التي سيطرت على أعمال أيام اعتماد التقرير النهائي للجنة الفنية المشتركة ما بين الوزارات لدعم الإصلاح المؤسسي هي التقسيم الإداري في إطار إدارة الأراضي والحكم المحلي، بعد أن اتفق الجميع بشكل الدولة وهي دولة موحدة مع تعزيز نظام اللامركزية. اقترح البعض بأن توزع الأقاليم إلى 12 ولاية، ورأى البعض الآخر أن العودة إلى 14 محافظة كما كان في السابق وتحويل المراكز الإدارية إلى مجالس بلدية هو الحل الأنسب. وفي خلاصة أعمال الجلسة الأخيرة أقر رئيس اللجنة الفنية الوزير الأمين العام للحكومة المكلف بالإصلاح دكتور عبد الله صابر فضل بتقديم المقترحين إلى اللجنة العليا لاتخاذ القرار حول هذه المسألة. التقرير النهائي يحتوي على 62 قرارا شمل كل القطاعات وخاصة الإصلاحات القضائية ونظام تعيين القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء وضرورة استقلاليته، تحديث النصوص التي تحدد عمل المهن الحرة كالمحاماة والتوثيق القانوني وكتبة العدل وإنشاء محكمة عسكرية ووضع ميثاق لحقوق وواجبات أعضاء هذه المحكمة. ومن مخرجات اللقاء تحرير لائحة داخلية للمنتدى المرتقب تحتوي على 29 مادة، وأن الميزانية المتفق عليها مؤقتا لتسيير أعمال المنتدى هي 776 مليون و10 ألف من الفرنكات الإفريقية، بالإضافة إلى تأسيس لجنة تنظيمية يتم تشكيلها بقرار من رئيس اللجنة العليا. اقترح المشاركون على أن تكون فترة ولاية البرلمانيين 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفترة عمل مجلس الشيوخ ما بين 3 إلى 4 سنوات، ومنح مقاعد بالبرلمان للمغتربين بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط والاتحاد المغاربي والسودان، إضافة إلى إفريقيا جنوب الصحراء. كما أن هناك اقتراحات طرحت وكانت في غاية الأهمية تتعلق بتحسين أوضاع المرأة من خلال تمليكها وسائل تمكنها للحصول على العيش الكريم وخلق فرص للشباب من أجل الارتقاء بحياتهم، وضرورة إدخال إصلاحات في القطاع التربوي لحسم مشكلة تدني المستوى، وأن الالتحاق بالسلك الوظيفي لا يتم إلا عن طريق المسابقات وحسب الحاجة، والسعي إلى تطوير القطاع الخاص وخلق بيئة قانونية ومؤسساتية لجميع هياكل أجهزة الدولة. وأخيرا اقترحت اللجنة الفنية بأن تكون فترة المنتدى الوطني للإصلاح الشامل 15 أيام، وعدد المشاركين 700 مشارك يمثلون الحكومة والشخصيات المرجعية والطبقات السياسية، إلى جانب 33 تجمعات مهنية واجتماعية ينتظر حضورها. وفي ختام أعمال الجلسة فقد هنأ رئيس اللجنة الفنية الوزير الأمين العام للحكومة المكلف بالإصلاح الدكتور عبد الله صابر فضل أعضاء اللجنة على العمل الذي قامت به، وأبدى تفاؤله بأن يحظى التقرير باعتبار خاص من اللجنة العليا. هذا وفي خطابه قال رئيس اللجنة الفنية المشتركة ما بين الوزارات لدعم الإصلاح المؤسسي الوزير الأمين العام للحكومة الدكتور عبد الله صابر فضل، قال إن مهمة اللجنة هي مهمة فنية، وجدد التزام اللجنة بمواصلة العمل، واستطرد في خطابه قائلا: Nous avons partagé nos idées. دون أدنى تحفظ أو تجاهل أي رأي ناقشنا كل المسائل الهامة التي ترتبط بمصير ومستقبل البلاد، وكان النقاش بقلوب مفتوحة وروح رياضية، كل ذلك بهدف خدمة الوطن، وتقاسمنا الآراء. وكل مشارك في هذه الأيام التي خصصت لاعتماد التقرير النهائي للإصلاح المؤسسي قد انتهز الفرصة وأبدى رأيه، وأنا شخصيا استفدت كثيرا من مختلف المواضيع والمحاور التي طرحت، وهذا دليل بأن النقاش كان على مستوى من حيث الفكر والمبدأ. ويجب على الجميع التوصل إلى قناعة والاعتراف بمعاهدتنا والتزامنا لتنفيذ هذا العمل الكبير والشاق، واستعدوا لتقبل النقد من كل الأوساط، ولكن أؤكد لكم لا يوجد أي تهديد يعرضكم للخطر كما ذكر أحد المشاركين، لأن هناك مواضيع حساسة جدا، لذلك عندما ينتقدونكم لا تتفاجأوا بل تقبلوا ذلك بكل مسؤولية وعقلانية مع تبني الوعي الشخصي. كما أن هناك مواضيع غير قابلة للنقاش، بشهادة الجميع
أن هذا الإجراء هو تنفيذا لوعود رئيس الجمهورية رأس الدولة التي أعلنها في خطابه الضافي بمناسبة تنصيبه في الولاية الرئاسية الحالية، والتي تعبر عن رغبته السياسية القوية لإصلاح وتعزيز الديمقراطية وإصلاح المؤسسات التي تسير شؤون العامة للدولة منذ 20 عاما. قمنا بعمل فني ومهمتنا ستنتهي بعمل فني، وبعد ذلك نقوم برفع هذا التقرير إلى رئيس الوزراء باعتباره رئيس اللجنة العليا للإصلاح المؤسسي. وعقب اعتماد التقرير النهائي لدعم الإصلاح المؤسسي، فقد عبر بعض المشاركين في عمل اللجنة عن انطباعاتهم حول هذا الإنجاز الكبير. نقول ده كله اقتراحات لسه ما وقفنا في النتيجة، لأن عنينا نقدمه بعدين للكوميتي، والكوميتي يشوف ممكن يغير أشياء، ممكن يزيد فوق أشياء، ونقدمه للفورم اللي يتكون. وبعد ذا أيضا في ناحية الدستور في تغييرات كثيرة، لأن لازم بعد الفورم ذا الشعب ذاته يدي ورايا شنو في تغيير هذا الدستور ذا. ده كله نجي فوقه إن شاء الله تكون نتيجة سمحة. أنا بارتي أوبوزيسيون، أنا جيت حاجات كلام مثل أنا حاجات نرم ولا ما دارين كلام ده شغل وياي أنا ندورة أنا إذا كتير ده كمسي ولا كيف نهاج كمسي أستاذ كلمات سويك كذا سويك ده جب علينا مشكلة، أما كل كده حاجات كلام مدين شغل تفاعلنا فوق ده شغل مدين على يقدر أدلو دار التشادين كل يستفقوا عشان يجوا سوا. قبل الكلام الفيدراسيون ده الناس كله كسوخ تونس، اليوم كلنا مستفيدين نقوش سوا بتاريخنا الديسنتراليزاسيون لا مركزية. استفدنا يقولوا هدى موافق بقدر بهل زيادة مشاكل أنا بلدنا تشاد. ناخذنا في شغل كتير، لكن ناخذنا في الدستور، ناخذنا في العدالة، ناخذنا في أي شغل يقوله بهم الدولة. لكن علينا الناقشة ده جينا وقفنا في شغل عديل وشغل بتطوير البلد. كاسة خطبنا الخدمنا ده واجب ده واجب ده ودي قدام للناس ابن هدوم هو كوبيتات القاعدين الفراسهم بريمينيستر ده كدر ده هم كله بشوفه، لكن خدمنا عديل وأنا مبسوط جداً.